Habir TV. الكتاب الذي نزل على رسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوش كبرات رزدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي بيش رب العالمين كجبان أوي بلند أو عمل ما قبل بكت أو برما بتريك أخا أو راضي بتشما أو خش الدنيا وأخرة برسق ما بيخت مجبلة ومصيبة الدنيا وأخرة بارزتن درس ما يا أبرو دساسر غازية كيش غازية رب العالميني غازي مدكتن ودبشت يقالي خدان إيمانا أبي شولي بكن أف غازية أفا أبرو كأم سرباخ بين أفا أساس همي تشتانا همي تكوين بن فيدا سلامتي همي رب العالمين غازي مدكتن بشت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا قلي خدان إيمانا يا أبيت وإيمان بمئيناي كأس خالق وما أس رزق وما شولت من بناجهن وإن دي فريقامتشن قهداريا خدي بكن قهداريا خدي بكن وقهداريا بيغمبري بكن وأولي الأمر منكم وقهداريا مظنت خبكن مظنت و أبيش و أولي الأمر أبي أمر الدستيدا حكم الدستيدا أمري والدستيدا بس كيبن أفشوابن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هكا تشتكت نابين ودا تشيبي نزاعك تشيبي هين متفق نبين سر چند في چند أبزفرين بوكي بو خدي وبيغنبري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنت والرسول إن كنتم مؤمنين هكا رهن خدان إيمان بن هندي فيكن هندي الشول يخوا بندف خدي وبيغمبري إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أفا تشيترا وش همي تفسير معنى أفا بوا تشيترا هين قهداريا خدي وبيغمبري بكن إذن فيري رب العالمين أمر متكت أم قهداريا خدي بكن قهداريا رب العالمين فيت أم مناقشة لنك ویت ام نبیجین کدابر خب دینه او باشه آنه بکرمتیت آنه یا وی وقتیه فرق جدایی تیده هیا چنکه صفات رب العالمین او همی تیدانینه رب العالمین فرق جدایی نایخته رب العالمین زند کچ خیرت خیرمه و رب العالمین وید بیجت ما او خیرمه دنیا و اخرت تیده و کس دی نشیتن ایکی بیجت ما اشیا خودی چیتر بتن اجبر هنده قهداريا رب العالمين أطيع الله قهداريا خذبكن ورب العالمين يتشوانا والله يعلم وأنتم لا تعلمون خذت زانتو هن نزان يعني خذت شتر زانتن باشيا وبرجوان ديا وكات شدانا كات ويدانا أوا تبو خدين أن إكادي خذت شتر زانتن إجبر هند علم رب العالمين حدود بونين زانيناوي حدود بونين رحماوي حدود بونينا غزباوي حدود بونينا إذن هر تشتكي ويقوتي هما أويا درسته چونك وي أو مخلوقات في مخلوقات همي ويت شكرين أف كونه همي وي ديناي قهداريا خدي بكن أفا إيك مناقشة قهداريا خدي دانينا بجي أزي سحكمي مناقشاكم درسكي يادوي قهداريا پیغمبري خدي بكن صلافت خدي سربن اتوي تشتي دا أوي كو درستش دف خدي هاتي قالك حديث تاين يدراون قالك حديث ضعيفا يشبيغن بريهات الروايات كرني او نا
اما حديث صحيح اش پیغمبري هات روايات كرني معناوي لازم ويش ام گوه خب ديني گوه داريه كي نهو جاي مناقشه و درس و لچون و كاچيا چنكي پیغمبر صلافت خود السربن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر اش نكخونا آخفت پیغمبر يش وحيت آخفت مادم اوجي وحيه وكي قرآنه اذن گوه داريه پیغمبري جي يعني مناقشة نائد كرني يادي وأولي الأمر منكم أولي الأمر جي هنده قهدارية وانجيكن هكر أف قهدارية موافقي قرآن وحديثة بيغمبري بت هكر نمخالف بتن وأف أولي الأمر أمرك الوابكن أو أمر خدي قوتبت بيغمبري بي قوتبت صلافة خدي السربن هاتوي أمري دا لازم هين قهدارية بوبكن وأولي الأمر منكم الشوابن بصرمان بن قهداريا بشتورن يعني شتكي بيجت واش قرآن قوتبت حديثة بيغمبري قوتبتن أفهنجي قهداريا وانجي فرزة أما تشتكي شنك خوا بيجن هنجي قهداريا وان قنها تشتكي شنك خوا بيجن أو تشت مخالف قرآن وحديثة بت حكار تشتكي بيجن موافق قرآن وحديثة بتن قهداريان فرزة نجهد نجهداري أن دركتنش جهداري وان قلناها كجلك يا مظنة وتوشي غزب رب العالمين إذا إنسان بتن إذا رب العالمين يا أبو مدينة جهداري يا خديو بيغمبري ش علامة إيمانية يا جهداري يا خديو بيغمبري نكت ويا أبدي تخانكت يعني مظنة خا أف مظنة أمري وان باشي وخيرتكن هنجي جهداري يا وانا يعني إش علامة إيمانية يناكت إش علامة بإيمانية يبكت إش علامة إيمانية رب العالمين إنسان يتشكر قالك بقدر قيمة ورب العالمين هند الصفات تخا نشان تخا يدين إنساني وكي علم وكي مثلا يعني رحم وكي إنساني يعني قوات هاي أفشيان رب العالمين هندك إش فنا يدين إنساني چنك إنسان دف رب العالمين قالك بقدر قيمته ورب العالمين إنسان يكري خليفة خوات عرديدا كو أو شولا بريفبتن في عرد آواكت ونفسا خباقش بكتن ورب العالمين يجغل تشتيت كرين بن دستويفا جبرهن دي لازم إنسان أولي خدي خناز بكت و أمرتوي بجه بكت و قهداريا أمرتوي بكت دا إفلاحي بين الدنيا وآخرتي رب العالمين قازمت كت يا أيها الذين آمنوا يا قلي خدان إيمانا معنوية أو كست وإيمان بمئناي وبحدانية مئناي بشيانة مئناي الرحمة مئناي حكمة مئناي قهداريا مبكن القرآن دا قهداريا خديت شيء قرآن رب العالمين يا بيغمبري صلافة خد السربن حديثة بيغمبري صلافة خد السربن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول علماء أصول بيجن بشتقوا وكلمة أطيعوا الله بشتن كلمة الرسول هات وبرهن أطيعوا معناه في أفا يعني هين لازم قهداري يا بيغمبري بكن بمناقشة بجني استقلالا استقلال تشيه يعني ناتو دي بيجيكا ولا بيغمبري صلافة خود السربن تشتاي قوت موافقي يا خودي يا آن نهما بيغمبر بخوب خوا موافقي يا خودي شو تشتانا بيجيشن يخوا رب العالمين تسكيا ويتكتن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هكرام بري خوب دين بس إيكي دي تري مظنكي عالمكي ام دهنگه بیشن اره گوتنا وی مزنی وی امیری وی عالمی موافقی یا خوده یا آنه ام ده بوی و بیشن اما یا پیغمبری تو انا بیشه چنکه رب العالمین یا گوتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو او تشتی پیغمبری بوا گوت گو خب دنی و او تشتی نهی واکر وی شولی نکن خجب دن پاش یعنی رب العالمینی استقلالیت یا دایه كبيغمبر صلافة خود السربن مناقشة نائد كرني قهداريا وينا يعني قهداريا يمكن أن مناقشة يمكن باشي قهداريا يمكن نأ بيغمبري أفتشتاقوتا مطابق قرآنيا نأ أفي نابجي چنك بيغمبر تشتي مخالف قرآن نابجة أفا رب العالمين أفا يداي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قهداريا بيغمبري خود صلافة خود السربن هر شو لكي دا نفس قهداريا رب العالمين قهداريا بيغمبري نفس قهداريا رب العالمين ونا قهداريا بيغمبري صلافة خد السربن كنت الشولة تيب جهناك
نبجه أبا مروفك أبا شخصك نقهداريا خذيه أو كسي قهداريا بيغنبري نكت أو قهداريا خذي نكر برحب در ركن إيكت إسلامتي دا لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني أف ركنة تمام نبي شو ركنة شهدي تمام نبي الله تبيجي أس اعترافي بشي خذيا ناكم إش غيري خذي زيدة تري ومحمد جي بيغنبري بي. يعني ركن إيكي لا إله إلا الله تمام نابت حتى تنبجي محمد رسول الله قهداريا خدي يا بيغنبري قهداريا رب العالمين يا شكي بيغنبر مخالفة رب العالمين ناكتا ورب العالمين واختي قوتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نقو وأطيعوا أولي الأمر منكم أو استقلال يد بأولي الأمر ندا بو خدان يعني أمر أفتنا بصرمانة دا ندا بو شي قهداريا خدي ديكي بمناقشة ويا بيغنبري جي بمناقشة بس قهداريا مظني بمناقشة قهداريا عالمي بمناقشة أبي قوت أفتش أفي شو اللي بكن أري خدي قوتا أنا بيغنبري قوتا أنا قوتنا مظني قوتنا رئيسي قوتنا حاكمي يا أميري قوتنا موافقي يا خدي يا أنا هكر موافق بتن بلي أفا أبا قهداريا خدي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هكر قهدارياوي يعني أمريوي مخالفي قوتنا خذي وبيغنبريا هنجي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نين مرف قهو خبدت مخلوقك اتنا قهداريا خذي دا درستاهي أبت نين قهدارياوي قلنها نا قهدارياوي خيرا بوشي چنكي شركة خذي دركتي وأولي الأمر منكم أشوا بصرمان أبتن أم بصرمان بت أف أميرة وأمري واب إسلامي بكت أمري واب تشتكي بكت خذي وبيغنبري قوتي قال لك في فان تأويلات أبو فان ملكة ظالم الدن فان رئيسة وفان ملكة دي چه بيجني واني خدت بيجت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أفا أولي الأمر أولي الأمر بس أمر كت كت مخالف يا خدي وبيغنبري إنك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو أولي الأمر وقت أمرك بكت موافقي قرآن وحديثة بيغنبري بالصلاة خذ السربن هنجي فرزة تفيد قه قبضية تنقه قه داريا وينكي تنقه داريا خذيكر إمام الشافعي خذي جرازي بتن مش تقول الأمر علمانا أبيت كديني تزانن ويدي تريجي أميرا أبيت وان أمر الديني تنفيذتكن عالم يقول أفا حلالة أمير جدي بتخلكي أفي بكن أفا حلالة دي بيشت أفا حرامة أمير جبيد بيشت خلقه أبينكن أفا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طبعا فيري سرما فرزة أكر مشكلة كي بيت نابينا بالصرماني دا نابينا بالصرمانة دا ديل كي زفرن ديل خوز زفرن كو مناقشة بكن كذي رأيوان إسر كي تشتي حكر تشتك كي بي مناقشة كيبي تنابينا بصرمانة دا هفركية كيبي هاريكي قوتي أزي درستم مصدر إيكي كقرآن رب العالمين وديف دا حديثة بيغنبري صلاة قد السرب رب العالمين شد بجد ما بش لازم هين قرآن وحديثة بزفرن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سورة النساء آياتا بنجونه هكر هاتو خلافك چه بينا بينا ودا هنده چكن هنده چن خلافة خبندف خده و پیغمبری فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول چكو أو بتنين نا قوت الدف أولي الأمر ببن نا قوت إلى الله والرسول خده و پیغمبری قرآن و حدث پیغمبری صلاة خده السر بن خلافك چه بي تشتك چه بي أفيا قهداري يا كده كن يا پیغمبر خدي يا رب العالمين يا پیغمبري إذن نمعقولة پیغمبر خدي صلاة خدي سربن تشتكي بيجتن مخالفي قرآن بتن پیغمبر چه تشتي نابجتن أو تشتي قرآن دهاتي وحديثة پیغمبري صلاة خدي سربن أو تشتي الديارة وأشكرا واضحة جنكي رب العالمين يبي شاهد شهدك يا داي قرآن هنارتي نهو جاي مناقشة يقول تنا خذي بيغنبري
وقلت أف ديني تمام بي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني رب العالمين بيشاهد أف ديني كاملي تماما وخدي راضي بي أف ديني كامل بي كيماسي وبي قصيري ديني ما بصر ما رابط وأو دين قرآن وحديثة بيغنبري صرافت قد السربن هر خلافك ما بين ماذا تشبت لازم أعمل قرآن بزفرين حديثة بيغنبري بزفرين صلافة قد السربن نلقود بزفرين وبري خب دينيكا چت مصلحة مدانا قانين شرق وغربا أن يا دنياي أن أمبيجن والله أفا أفا نيفي قافية أفا يصحراي بي عربا بي أفا بكير منائد في قافية أمي القرن بيستي أوي في بيجت أو نبس رمانا چونكي قهداريا خده و بيغنبري إش علامات إيمانية وكي توش يا خده و پیغمبری درکتی بلا تو چند بسرمان بی بلا چند ناویتا و جنسیه و توش تو حس که چه تشت بی هنگه تو یعنی نگهداری خده و پیغمبری اش علامتت بی ایمانیه نرازی بین با امر خده و پیغمبری علامتت کفریه هر بسرمانه هبت هر کسا که هبتش وی امری درکت هنگه علامت هندیه کو افمروه نبسرمانه و او کسی گو خبده تی علامة هندية ورب العالمين يعني إيمانات كير السري فيدا الحديثة في غنبري دا صلاة خد السر بن يهاتي قالك مروفي يعني دي بيج والله أزي قو خادم قوت ناخده شوي لي بيف أزي قو خادم چه تشتيد تري چه تشتيد قرآن دا هاتي حديثة في غنبري صلاة خد السر بن بما قرآن تفسير كتن رب العالمين قرآن دا بيشت أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نفيجب كنو زكاة بدن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا خدي سر بسرمانا فرس كري جاركي بشن حجي بس قرآن تا أفاي هاتي با أم دي چلكين پیغمبري هاتي صلافت خد السر بن كو رب العالمين يقولي او تشتي أفا بوا بيجد قوه خب دني پیغمبري هاتي نفجي أقيم الصلاة أمي چوان نفجي كين قولي پیغمبري قولي صلو كما رأيتموني أصلي صلافت خد السر بن قولي وصا نفجي بكن وكي من امري وبكري ان وكي اس نفجتك مورا ها او نفجه خديت قران دا قوتي اقيموا الصلاه اذ نفجه هو سابكن هما خلاص يدي قران شو تشتي تري نقوتا ورن دا از بجوين نفجه نشابدم صلوا كما رايتموني اصلي نفجه وصابكن وكي هند مدبين اس نفجتك بيغمبري صلاه خد السربن بحسي حجي يكري قرآن بحسي حجي يكري بيغمبري قوتي صلافة خذ السربن ورن أو حج رب العالمين قوتي وكاهين دي چن كيدري ودي شوابنو خذوا عني مناسككم ورن مناسكت حجي عبادات حجي كادي شوا حجي كي اش دس بيكي وحتى دماهي كي ورن بخشمو ارقرن بيغمبري شوي حجي ويعني شاب السرمان داي حج ها أفا خذي أمري ما كيريت قرآن دا ها هو صانا خذوا عني مناسككم إذن حديثة بيغمبري خذي صلاوة خد السربن و آيات القرآن هر دو وحينا چونكي قال جار الصحابية بسيارش پیغمبری كري يا رسول الله باشا هكر تو ادناف مدى ام بسيارة خشتات كين باشا هكر تو چوي ام بان بسيارة دشكي كين امي بسيارة كي كين امي چي كين پیغمبری حديثة يقول صلاوة خد السربن كنت تركت فيكم شيئيني مدو تشتد بوحيلا ما ان تمسكتم به بهما لن تضلوا بعدهما كنت هندي هن خبون هر دو كافة بقرن هن چجارة خلط نابن هر وكي ازي حاضر كتاب الله وسنتي كتاب خودي كقرآن و حديثة پیغمبري صلاة خود السربن سنتاوية اذن قهداريا خودي و پیغمبري ش علامت ايمانية و نا قهداريا وناش علامت كفرية چوخ يعني كس مخالفة قوتنا خودي و پیغمبري ناكت عرديدا بس انس جنت كن اف مخلوقات تري هم قهداريه تكد في كوني دا بس افا جبرتي انس الجنه فين تشكو رب العالمين مخيت مخير كلين يعني تشد بكت وشيت نكت بتوقت نفيجي بصر ما تشد نفيجي نكت وتشد بكت شي اما مخلوقات دي تري قهداريه خديت كن اوان نفيا يعني نشيان نينا مش اس نكم نينا اما يو قهداريه كاخذت شد بجتن وقهداريه بوتكتن ورب العالمين قرآن اجداد بيشتن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا كس جدلت آيات خدي داناكت إلا هم روفي كافر تينامت مخلوقات أف كونها مية الدفريكة رب العالمين بريفات شد بس مخلوقك تينا أو جهندك شوي مخلوقك كنا كافرن إش إنسو جنة
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أفكونها مي قهداري خذية بس كافرتنا رب العالمين بمد بجتن أني عرضوا عصمان قهداري أخذتكن ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين قازي عرضوا عصمانا كر قهداري ما بكن قلت بلي يا ربي دي قهداريتك مخلوقتها مي في آيات الدتية القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده نين مخلوقك في كوني دا إلا تسبيح خذتكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم بس هن نزانا تسبيحوان شيء قهداريا خذي ديكن طبعا هكير منو في قهداريا خذيكر سركتنا الشمية مصري رب العالمين ديدت منو في ورب العالمين أفو عديت قرآن دا قلت ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او كسي قهداريا خده و پیغمبری بكت همه بجا او ابتنه سرکتنه کامازن دست خواهی قصد قطعة عربية دا بشتك الجل فعلا ماضي بتن يعني بو محقق مسوگر نيزيكا سرکتن نيزيك هات ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعني نيزيكا سرکتنه وي وأوي سركتنا كمظن دس خوي خست ويا محقق يوم سوجر سركتنا مظن أبا رب العالمين دي هاري كاريا إنساني كد بيش تخلاتي تاك وتأف قنجاكري تأف باشاكري رب العالمين دي الدنيا وآخرتي تفسر إختن مناقشة نائد كرني تقولتنا خذي وبيغمبري دا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم هكذا خذي وبيغمبري تشتاك قد چی نبود بیجی ولی از دیوجاب خبری خود میکاتش وانه یا خودی و پیغمبری مناقشه دانینه اما غیر خودی و غیر پیغمبری چه کسی دیتری بد بلا مرف مناقشه بکتوده برای خود میبکیر هات از دی ادی سحکمی اما یا خودی و پیغمبری سحکرم بونینه شول دینی امور دینی همی توقیفینه توقیفی چیه یعنی خودی آگوتی خلاص امر دست بیدی رابط شوی خبیدی رابط يعني الدنيا ان صار ان جرما ان يعني اوي زحمه هميه دي بد دي در ركعه نيفيجك نيفيجا نيرو يا ايفاري يا عائشه يعني مروفي مرتاحه دي تشرك هتاك يعني هكر دين با دا بجوي زحمه تام هميه بين بلا تشرك هتاك نيفيجا بين المغرب وعائشه نيفيجا المغرب سر ركعه نيفيجا نيرو تشرك هتا نيفيجا سبيد در ركعه امور التوقيفين توقيفي يعني مناقشه دانينا جذف رب العالمين هاتي كي مزده هي تدانينا نش بشبيخي أزبيخم بن قانون النظام فو برا خبدمي جهداريا خديو بيغمبري صلاة خدي سربن غفراندنا قول نهاية تدا وكما جهداريا خديكر رب العالمين بيشتن وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تخدي الرحمة بوابد آيات هذه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هكذا هين بيجن أم حش خديو بيغمبريت كين تبا دي ليف بيغريكا بيغمبري ورن ودي شل وكت رب العالمين دي حش وكت ودي قلنا هيتو غافرين دركتنش منهج خديو بيغمبري قهدا يعني مشكلك وقالك يا مظنة دنياي وآخرتي قالك مروف يعني شركة خدي دركتين وبشتين جيت كتين مشكلة قالك يتمظن أو تشتي بيغمبري قوتي نكرة بيغمبر در حقا صلاة خدي السربن در حقا يعني تشتيت أو ديت الآخرة مثلاً أبيش أبي كرني بك أبي نك أبي حرام أبي حلال هندك خلينا قرته يتشون ويتفاشل بين فشلك أجلك مظن وجهداري أخذه وبيغمبري صلاة أخذ السربن تدي تقول نهد إن غفراندني تمرف إت باراستني مش عذاب رب العالمين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم رب العالمين وأن عذاب نادت هنديت النافضة به يعني هندي قهدارية تبكن رجا قيامتي رب العالمين قهدارية خاو بيغمبري خاص الله فتخد السربن دي بتتبحشتا كده رب العالمين بيشت ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يشن بحشتا كده ربارد بن راتشن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جهداريا خديو بيغمبرا دي رجا قيامتي الجل بيغمبرا بنو صديقين وشهيدا ومروفة صالح
خوش هوالي نيل جلفانا هكذا تشتك مصلحتا مروبي مخالفي ويبي اوات قرآن دهاتي عن حديثة بيغمبري او ياخب هيلة خيرة تدانينا قالك مروفي الديف شوين بيغمبر حديثة بي الصلاة تخذ السربن بش لا تبع شيئا حتى تحوزه الى رحلك شو تشتا نفروشه إلا حتى تويتشتت إينا بردستي خواه بوتاتيت مواليتا بش نكفروشه أما هش نكاتي دستيتا دا نفروشه قالك يعني فيقاوة تجارات تين كريني وتشتت فروشنو دي برخادية فشلكا قالك يا مظن وخسارتيكا قالك يا مظن هاتت حالة دا بسبب شي بملايين ملياراتا خسارتي دي إيتن سبب شي مخالفة بغنبريا كري صلافة خود السر بنت كرينو فروتوني دا عالمك بجتن يعني عالمك اقتصاد بجتن دي بارا غربي دولت غربي روش هلات روش آوائي داين بسرمانا ابن باري نفتي بشت همي بريكا بورسي و ريك التجارات همي جاركا دي جستان ديبا همي جاركا دي بخوا زفران ديبا اب ريك يتخلط ويت يتأويت كو مخالفة خودي و پیغمبري هند دي نفت هاتي فروتني و بارا بو هاتي داني جاركا دي او بارا و نفت شبو شو باري وان جاركا دي زفري اب ريكا بورسا اف بورسي تهاتين دينان دني دلسر اساسي يعني تجارة تعامل إسلامي قهداريا خده و پیغمبری صلافة خده سربن سركتنا دنیا و أخرتيا تيدا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا قهداريا خده و پیغمبری كما سل تنابتن پیغمبر حدیثت بي صلافة خده سربن ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه أو كس تشتكي بو خده و پیغمبری بهيلت معنى تشتكي له خده قوتي أبا حرامة بجبلي يا ربي أستكم أناكم پیغمبری گفت افتشته حلاله بش بلی یا رسول الله دیگه داریتکم یعنی هکر تشتکی مش بر خدای پیغمبری مروی هیلا مروی حست کتن بس مادم خدای گفته مادم پیغمبری گفته مروی هیلا بش رب العالمین الا هدی بو تعویز کت بو بدل وقت تشتکی شوی بخیر تر شوی مصدر گهداری دید باشی و خیره دابتن باشی و خیره او رب العالمین امر بپیکری و چند روایت دا یهاتی يعني مثلا ايك امر تبكت يا ولي الامر امر تبكت هكا مخالف بتشينابت وهداري ببكي الصحابيه كي بيغمبري صلافت قد السر من بيغمبري كر يعني امير السر هندكا وشو جهه كي ما ناس مزني وما قلت بلي اجرا كل كر قلت والله خبا فيجن اجري هداري يا ممكن هندكا قلت والله ام هداري تناكن اما ايمان بيغمبري اين صلافت قد السر بن كتو دا مش اجري خلاص بين تو بيش خبا فيجن اجري پیغمبری گوتی صلوات خود سرم پشت نشان دا گوتی یا رسول الله امیر ما هو گوت بس ما گهداری یوی نکر گوتی که گهداری یوی کر با هندا کمت آگری دا و هیچ خلاص ند حتا قیامت دا آگری دا اذن گهداری خود و یا پیغمبری صلوات خود سرم گهداری که گلک مزنه و هر تشتکی جمرو بکت خالص بو خودی اش بغ بو خودی از دیگو قدم گوتنا خودی گوتنا پیغمبری نجبر مصلحتا کا دنیا چی گاوت شولا دنیا کت گهداری خودی پیغمبری دا بل امر فنیت خود درس کت هکه بو خودی یا بک هکه نه بو خودی یا نک یعنی مثال کتین بشن مثلا گلا جارا یعنی هندک حکمت هندک بدی یک دی بش از مزگتا کی اوا کم تبرکت عرضه کی هی بش اف عرضه بلا بو مزگت بت حکمت جی خلطه کی دی بش مادم تم مزگت الوری اوا کر ان وی عرضه تری همی دکی قطعه و دکی پارچه و د فروشینو یک بشت یکی هلو هر عرضك بدم مزجته دا مال ملكته همي بدادي تقسيم كتو بكتن يعني دي فايده كي جلكي مازن جيكي اجبر ليك يعني التقسيم كرني وبلدي دي ودري كتن قطعة ودي فروشت الرابط بيشت والله زي دمي وهكر نفرت هكر بلدي بو او شول تشي نكربا هكر بو او شول تشي نكربا حكمتي نكربا قطعة نادت مزجتي هنجي وقتي او دتن سر خاطرة يعني دا فايده كي ديب جهه تجبر مزقتي وهكا او فايده نجهشت باي نذكر خير هنجي بكت خير جي خير مزقتي نجهتي بوشي چنكي نبو خدي لازم اغداري امروي خالص بو خدي بت امي فيش رب العالمين كين اجباني بي بلند او رازي بنا خا وغداري خا برسخي مبكت غداري بيغمبري خا برسخي مبكت غداري باشي برسخي مبكتن هكر ام امري اكودت كين وغداري ويجي اخت امت كين خالص بو خدي بتن دا عملك الصالح بدس مبكفة ودا أمسر في راز بين دنياه وآخرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله